الشوط الرابع، بينما هو الشوط الثاني الخاص بالقعدان. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، هكذا أيها الحفل الكريم تعلن انطلاقة رابع الأشواط. شوط رئيسي أيضا يعتبر من ضمن أشواط الإثارة والقوة في هذا المساء. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأرقام والأسماء التي تتسيد الموقف. نبدأ مباشرة مع المركز الأول، لنجد الراسي هو من يرسو على مقدمة الشوط. حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح هو من يتقدم على الصدارة. نجران يأتي ثانيا لعبد الله بن صالح بن الهادي المحامض اليامي، ضيف عزيز قادم من المملكة العربية السعودية، ويتسلل نجران إلى المركز الأول. المركز الثاني نتابع هنا الدخول من الراسي حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح، بينما أتابع غيث يحتل المركز الثالث، أو هنا الدخول من الشقاوي لمحمد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري، دخول أيضا وتسلل من شاهين أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، يغير إلى المركز الثاني وناخذ المركز الرابع. المركز الرابع الأسد حزام بن عبد الله بن حزام الحسن المري، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات لفان لراشد بن حمد بن سعيد الجعفري. وأعود إلى نجران، يا سلام يا عليكم يا هالنجران، قادم من ميدان نجران لينتزع المركز الأول. عبد الله بن صالح بن هادي المحامض اليامي يقترب من الناموس وبالتالي يقترب من السيارة. المركز الثاني هنا شاهين أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، وفي المركز الثالث بدأ السيل الآن ينحدر، بدأ السيل على المقدمة. شوفوا الأعداد الكبيرة، ولكن نجران ما زال صامد، نجران ما زال على المركز الأول. الله، شوفوا الخطورة وشوفوا هذا القادم، اسمه ريسنج لعبد الله بن حميد بن غاسي العمري واصلك يا اليامي. وفي المركز الثالث البرنس يتحرك أيضا، يتحرك بدوره مع الرنج لجار الله بن صالح بن عقيل، ولكن نجران ما زال على المركز الأول. نجران ما زال مسيطر، نجران ما زال قوي، نجران يحاول. والمركز الثاني ريسنج، يا ريسنج زود الريس، وها هو ريسنج ينتقل إلى المركز الأول لينتزع الناموس وليتوج بالسيارة. تهانينا لعبد الله بن حميد بن غاسي العمري المركز الثاني، الرنج لجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المركز الثالث، نجران لعبد الله بن صالح بن هادي المحامض اليامي. وفي المركز الرابع جاء في المركز الرابع دمار للسيد راشد بن محمد بن مهير المنصوري، وفي المركز الخامس عز الجيش لعبد الله بن دخيل الله بن سلامه الفايدي الجاني. مشاهدينا الكرام، شوط قوي جدا، هذا هو الدفع، اذا قالوا دفع شوط قوي وشوط رئيسي وجائزة قيمة جدا. سيارة انتزعها مالك ريسنج الذي فاز في هذا الريس وفاز في هذا الشوط، فتهانينا للأشقاء. أعتقد بأنه ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة، فلهم منا التهنئة على هذا الفوز. ها هي الإعادة لأحداث وتفاصيل الشوط الرابع. نجران كان متسيدا للموقف، ريسنج بدأ يتسلل وبدأ يأخذ بالتربص للفرصة المناهزة والمناسبة، فاستغل الفرصة وهجم على المركز الأول وانتزع الناموس، وبالتالي توج بالمركز الأول. التوقيت الزمني لحظة وصول ريسنج إلى خط النهاية هو دقيقتان 55 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ريسنج عبد الله بن حميد بن غاسي العمري. المركز الثاني جاء الرنج، وتوقيت الرنج دقيقتان 55 ثانية، 76 جزءا من الثانية. تهانينا لجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري. أما المركز الثالث فكان مع نجران، وتوقيته دقيقتان 56 ثانية، 10 أجزاء من الثانية. تهانينا
عبد الله بن صالح بن هادي المحامض اليامي على الفوز بالمركز الثالث. وايضا اشكر هنا زملائي المعرفين والذين يساعدون المعلقين في اداء واجبهم، وايضا الشكر لزميلنا فرج بن حمد المري او فرج بن حمد الجر الله على متابعته لنا.